انت بعت النهارده للاتحاد المصري لكره القدم خطاب في احواء ان انت بتهدد باللجوء للفيفا في حال عدم تطبيق دوري المحترفين. اسبابه؟ الاسباب زي ما قلنا في البيان، ان حضرتك ده بيان عمله المستشار نهاد بمعرفه مستر محمود الاسيوطي، واحنا كلجنه قعدنا مع بعض. البيان تمت دراسته مش لحظه، مش وليد لحظه، بالعكس احنا شفنا تطورات الامور اللي كانت بتحصل الاول، واجتماعات الانديه والمطالبه بعدم تطبيق دوري المحترفين، وفي ناس من كل واحد من حقه يدافع عن النادي بتاعه. احنا راينا ان احنا في مصلحه الكره المصريه. اولا لو اي حد هيفكر ان لافينا كان هو ترتيبه الثاني في مجموعه الصعيد ورا الجونه بفرق بونت، لم نصعد الى الدوري الممتاز بفرق بونت فقط، فمن الطبيعي ان انا العب في مجموعه الصعيد اسهل لي، بدل ما اروح العب مع حرس الحدود، العب مع غزل المحله، العب مع بتروجيت، العب مع القناه، العب مع 19 فريق قوي جدا، 19 فريق ممكن يصعدوا ممتاز، 19 فريق اللي موجودين في المحترفين يصعدوا ممتاز، انا في الصعيد ممكن ينافسني فرقتين او ثلاثه، فمن الطبيعي يقول لك ان لافينا يحارب عشان يبقى موجود في القسم في دوري في مجموعه الصعيد، ويصعد بسهوله. انا معاك عدم اقامه دوري المحترفين. فاحنا لقينا المصلحه العامه ومصلحه الكره المصريه، وهتوفق وهيبقى في حاجات موجوده في دوري المحترفين، هيبقى في 600 لاعب ممكن تختار منهم للمنتخبات، 600 لاعب ممكن يحترف منهم لعيبه، موجود 20 مدير فني موجودين ممكن بعد كده يبقوا موجودين في الدوري، موجودين قدام انديه الدوري الممتاز يبقوا هم موجودين في الدوري الممتاز بعد كده. لقينا اللي فوائد دوري المحترفين اكتر للكره المصريه، بصينا لمصلحه الكره المصريه، وبقول ان قرار الاتحاد المصري لكره القدم باقامه دوري المحترفين ده قرار تاريخي لم يجرؤ اي اتحاد سابق على تنفيذه، ودي حاجه، دي النقطه اللي خلتنا نهدد باللجوء للاتحاد الدولي. مش موضوع مصاريف بس، موضوع ان احنا خايفين بجد، انا بتكلم بجد، بتكلم من قلبي، ان اصلاح الكره المصريه ممكن يجي من خلال تطبيق دوري المحترفين. دي حاجه مهمه جدا، دي تتحسب ليكم كاتحاد. في حاجات كتير جدا انت ممكن تناقشها وتعمل جمعيه عموميه غير عاديه، ومن حقك كنادي في ميزانيات موجوده ممكن تتكلم فيها، ممكن تتكلم في تعيين، ممكن حاجات كتير جدا تتكلم فيها معك. بس انت جاي على اهم قرار حصل وتعمله جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه العاديه اللي بتحصل عشان تناقش الميزانيه العامه فيها او تعيين مدير تنفيذي، ما حدش بيحضرها من الانديه، ما فيش نادي بيروح يحضر يناقش الميزانيه، ما حدش بيقول المديونات اللي موجوده للانديه ايه، يعني ما فيش نادي طلع قبل كده قال لك فين يعني. انا كنادي لافينا مثلا، انا لعبت كاس مصر مع الاسماعيلي في القسم الرابع مع الاسماعيلي، لوقتنا هذا لا ما خدناش حقنا من كاس مصر اللي كنا بنلعب الاسماعيلي فيه، ما خدناش حقنا واحنا بنلعب بيراميدز، ما خدناش حقنا واحنا بنلعب انبي، احنا نادي اهو بقالنا ثلاث سنين ما خدناش حقنا من اتحاد الكوره. بس احنا لما جينا نقول نطبق دوري المحترفين زمينا كل حاجه ورانا، واحنا موجودين كنا بننافس على الصعود الممتاز ما صعدناش، فلقينا حاجه اتحاد الكوره عامل حاجه كويسه قوي، فعشان كده احنا لجأنا نقول مش عاوز، احنا ما ينفعش زي مستر محمود قال النهارده، ما انت ممكن تشتكي وعدم تطبيق وتيجي بعد كده ويقول لك انا اللجان تيجي، لا، اللي ودى الكوره في داهيه واللي بوظ الكوره في مصر موضوع اللي جت لجنه ورا لجنه ورا لجنه. احنا عاوزين نبقى في ظهر الاتحاد الموجود، والاتحاد بدل جاي بانتخابات حره، جاي بانتخابات من الجمعيه العموميه، يبقى الاتحاد هو مالك نفسه، هو صاحب القرار، هو اللي يملك القرار وليس الانديه في الوقت الحالي. انت اللي تقول والانديه تنفذ، انت مش محتاج تفويض اصلا، انت كاتحاد كمجلس اداره اتحاد كوره انت مش محتاج تفويض تاني من الجمعيه العموميه عشان تعمل مسابقه. انت حضرتك بدات انت اللي قلت لي اللائحه، طب ازاي انت خليتنا اشتغل، خليتنا نصرف، خليتنا نجيب مكافئات، خليتنا نجيب لعيبه على اساس ان حضرتك قلت لي في اقامه دوري المحترفين، خليتنا اعمل مكافئات من الاول للخامس بس، اي مركز تاني مفيش مكافئات تانيه، خليت ناجي في الاخر بدل ما اللعيب ياخد 2000 ياخد 7 وياخد 8 وياخد 10 عشان ابقى متواجد في وسط الخمس انديه اللي هي تصعد، فانا عملت حاجات كتير وصرفت فلوس كتير عشان ابقى متواجد، ما تجيش بقى تقول لي بقرار اللي انت هتلغي عشان في جمعيه عموميه هتتعمل، انت سيد القرار، انت يا استاذ جمال علام، انت يا حاج عامر، انت يا دكتور ايهاب، انتوا اصحاب القرار، فما ينفعش اشتكي للاتحاد الدولي وهنطالب بحقنا وهنبقى متواجدين، وفي تضامن كامل انا لغايه دلوقتي بيانات من كل الانديه لاقامه دوري المحترفين. تمام.